طب انت اللي استاذ، انت اللي هتقرا ولا انا اللي هقرا؟ طيب خلاص يلا اقرا يا حسام. طيب، جيما بير رانا. اسمي رانا، عندي 14 اه عندي 14 سنة. كاتوغز شيك فو امشي مظبوط بقى كاتوغز. ها ماشي. جي كاتوغون، كاتوغز عندي 14 سنة. شيك فوندوغي ان فور دو ماتان، كل يوم جمعة الساعة 9 صباحا. كل يوم جمعة الساعة 9 صباحا جو في او مارشي افيك ما مير، بذهب الى السوق مع مامتي. اون اشيت دو، اشتري طماطم ايوه 2 كيلو كونكور اي 1 كيلو غوت، يعني وكمان كيلو جزر. تمام. انا اشتريت سي 2 كيلو دو بنان، بنشتري ايضا 2 كيلو من ال من ال الموز هو ايه تاني؟ ميزو. انا عارف انا عارف اون كونتر ا لا ميزو ا ميدي اون تاكسي، وبنرجع ونرجع في الساعة 12 الصبح بتاكسي البيت. جميل. يلا رنا ها اول واحدة كاتورزون كاتورزون كاتورزون. يبقى بي. تمام. الاختيار الثاني اللي هو كاتورزون اللي هو 14. طيب رقم اثنين طب رنا فا او مارشي. رانا فا او مارشي افيك سامير. افيك سامير مظبوط، اللي هي اخر واحدة اللي هي سي. تمام. طيب بعد كده رنا فا او مارشي. ماشي. ها رقم ثلاثة رانا فا او مارشي. رانا فا او مارشي لو ماتان لو ماتان. لو ماتان جميل. لو ماتان. طيب رقم أربعة لا ميغ أشيت دو بانان، كيلو دو بانان. لا دو كيلو دو بنان. مظبوط. الاختيار الأول دو اللي هو اثنين، اثنين كيلو. تمام. طيب هنيجي بعد كده رانا غونتر على ميزون. فاكر ولا ارجع لك فوق؟ او تاكسي او ايوه تاكسي. موجوده اخر سطر خالص. ايوه فاكر، بس كنت بتساوي. يبقى اون تاكسي. تمام. طيب صح ولا غلط يا حبيبي؟ ها لا في سابيل منى. تمام، لو في سبيل منى صح. لا نرجع فوق تاني. ها في اول سطر خالص اسمها رنا. اسمها رنا، وبالتالي يبقى اول واحده ايه؟ اول واحده. رقم اثنين رانا فا او مارشي شاك جودي. رانا فا او مارشي شاك جودي. غلط، فندوردي مش جودي. فندوردي مظبوط. طيب رقم ثلاثة رانا اي ساميغ فا او مارشي. رانا اي رانا ساميغ اي ساميغ فا او مارشي صح، بتذهب الى السوق مع امها صح. مظبوط. رقم ثلاثة. طيب رقم أربعة هلو، بيشتري كيلو طماطم صح. أيوه هلا أستاذ. هلا أستاذ. والله حبيبي معانا، أنت متأخر ليه؟ طيب إيه؟ اللي بعد كان نايم. رقم أربعة على الشيت دوكيومنت إجابة صحيحة. رقم خمسة لا مير غونتر على ميزون أميدي. خطأ. صح. ايوه صح كده. صح مظبوط. تمام. طيب بعد كده بنيجي للسؤال اللي بعد كده. خلي يوسف بقى يجاوب. ابدا يا يوسف. استاذ خلي يوسف يجاوب. ماشي ابدا يا يوسف. يلا رقم اثنين ها شو وزير لابون. الاجابه الصحيحه تو دوموند او غارسون لومينو. ها تو دي أنت تطلب من من الجارسون المنيو. ها تودي أنت تقول لما أسأل لي منيو. هتبقى أول واحدة. أول واحدة لومينوس سيلفوبي. مظبوط لومينوس سيلفوبي. مظبوط لو سمحت. طيب
هنيجي بعد كده طيب رقم اتنين. تو ديموند اتونومي بوركوا ايل فا او مارشي، انت تسأل احد صديقك كيف اذهب الى السوق، هو يقول بوركوا يعني من اي طريق. لا بوركوا يعني لماذا، ها بوركوا ايل فا او مارشي لماذا، لماذا هو لماذا نذهب الى السوق. هو يقول بوغاشيتي دي ليغوم، لكي اشتري خضروات. مظبوط. الجمله اللي بعدها يقولها يوسف. يلا قول يوسف. طيب تو دوموند او غوشيتي، انت تطلب من موظف مونت او لو بري دو ام بي، ها سعر تذكره. تو دي انت تقول ان تبعتني واحده هو من الجملة دي يعني مش دقيقة أوي لأنه هنا ما وضحش السعر خلاص، فكان المفروض هنا إن هو يوضح لك السعر في الإيه، يجيب لك جملة تتحدث عن السعر خلاص. ماشي نمشيها إيه ثاني واحدة خلاص. يبقى أم بي على الغتوق كان المفروض في تكملة سي كومبيا بكام. طيب تمام كده أقول يا أسامة أم بس تو دوموند أحد المرة أسألك عن الساعة. أنت تقول إلي سانكو. إلي سانكو مزبوط. يبقى الساعة خمسة. يبقى الاختيار الثالث سي. هم بارك أنت تطلب من صديقك ساكولور بريفيري لونه المفضل. ها تدي أنت تقول أتبقى أول واحدة. يبقى أول واحدة إجابة صحيحة كليتا كولير بريفيري، ما هو لونك المفضل. ماشي هنيجي بعد كده سؤال القواعد. ها بغى لي فارماسين مذكر ولا مؤنث؟ دوري ولا دور مين؟ دورك أنت أسامة. طيب بغى لي أنا فارماسي. مظبوط على فارماسي تمام، لان هي طبعا ايه مؤنث خلاص. طيب هنيجي بعد كده يا حبيبي بنقول رقم 2 اولى يوسف بورو ها جو بران دو كافي. هتبقى بور موا. مظبوط يبقى بور موا بالنسبه لي، لان الموا هو الضمير التوكيدي لفاعل جو. رقم 3 اولى اسامه يوغيتيل. يوغيتيل إيريتيل نم QULLE. مظبوط يبقى كيل الثانية، لأن إير مؤنث يبقى كيل إيريتيل عن الساعة. تمام قول يا يوسف نو بوتي. نو آخر واحد بوفون. بوفون مظبوط إجابة صحيحة. طيب رقم خمسة قول يا أسامة تغا. ألو أنا فير يا يوسف. ها معاكم. مظبوط مظبوط يبقى طيب بار انا الو ايوه ايه يا استاذ ايوه هالجمله رقم خمسه او سامه غان بار انا فيغ سي سي اي تي سي اي قصدي سي اي ايوه ليه؟ لان القطار مذكر تمام، وطبعا بما انه بادئ بساكن يبقى سي اي خلاص. يبقى سو سو تران بار انا فيغ هذا القطار يرحل الساعه 9. قول يا يوسف je veux une robe. je veux une robe. انا اريد فستان. هتبقى اول واحده. هيبقى اول واحده غوز. مظبوط مظبوط، لان الاثنين التانيين البلو مذكر والفير جمع مذكر والغوب مفرد مؤنث، وبالتالي غوز اللي تنتهي بالاي لانها تمشي مفرد مذكر ومفرد ايه ومفرد مؤنث. الاجابه صحيحه. قول يا اسامه بعد كده كومو إلو مارشي. كومو إلو مارشي كيف يكون السوق؟ كومو إلو مارشي. كومو مارشي إلي أنيمي. مظبوط ما هو مزدحم. مظبوط إلي أنيمي يكون السوق يكون مزدحم. يكون مزدحم ماشي. رقم 2 على يوسف ها سافي كومبيان.
يلا. سافيت كومبيان هتبقى سي اخر واحده. هيبقى سي سافيت كومت ليفغ ايجيبسيان. سافيت كومت ليفغ ايجيبسيان هيتكلف 30 جنيه مظبوط. سافيت كومبيان يعني كم يتكلف هذا. وطبعا بعد كده كيسكي توفي افون دو فواياجي، ماذا تفعل قبل ان تسافر؟ وبالتالي الاجابه جو بريبار لا فاليز، انا اعد او اجهز الحقيبه. طيب الحقيبه. طيب هنيجي بعد كده اقول يا اسامه بيقول بور بروند شود او فورورد. الفورم زوم عندي بور بروند دي بواسون، ماذا تاخذ مشروب؟ بور لكي لا من اجل من اجل من اجل اخذ مشروب. من اجل او لكي من اجل اخذ مشروب. ايه شو اوف يعني ساخن؟ شود يعني ساخن وفغواد يعني بارد. عشان تاخذ لكي تتناول مشروبات ساخنه او بارده. او بارد. اون فا اكافي. اون فا هنروح فين؟ اون فا اكافي. او كافي لان الكافي مسكر وبالتالي تاخذ حرف الجر اللي هي ايو. ماشي يبقى او كافي مظبوط. او كافي مظبوط. الجمله رقم 2 اولى يوسف بيقول على جار في محطه القطار اليا يوجد. يوجد ايه في محطه القطار؟ يوجد مسافرين. يوجد مسافرين. يوجد قطارات. ما فيش مشكله. اي اجابه منطقيه. وبالتالي نقول إليا دي فواياجور يوجد مسافرين أو إليا دي تران. إليا دي تران. اللي بعدها بور في لا سالاد. ها إلفو بور في لا سالاد إلفو دي تومات إي دي كاروت. مظبوط. إلفو دي تومات يلزم دي تومات طماطم إي دي كاروت وجزر. مظبوط. طيب اعمل جمل وجاب لك كلمتين. قال لك بخان وده فعل أصرفه مع أي فاعل وجاب لك الكلمة الثانية ها. وبالتالي ممكن أقول ها تقول يا يوسف دورك ها. طيب ممكن نقول جي جو جو بريند بس أصرف فعل بخاند وبالتالي يبقى جو. أيوه هتشيل الار اي ونحط اي ونحط اس. حط اس عشان هم اس. صح ماشي يبقى صح اس اس جو بخان. تمام اوترين لوتغا جو برون لوتغا يعني انا اخذ او انا اركب لوتغا القطار. القطار ماشي. طيب الجمله اللي بعد كده اتغا ويتر. اتغا ويتر ها قول يا اسامه. طيب ماشي اتغا ويتر. طيب استنى افتكر. J'arrive à la maison 8 heures. هي الإجابة مش دقيقة أسامة. ليه بقى؟ هو قال لك إتغ يعني تكون صح؟ إتغ يعني تكون. لازم أستخدم الفعل ده. خلاص؟ وبالتالي هنا أقدر أقول الساعة تكون الثامنة. مش كده؟ ايوه ايوه كده اليوتر. لكن لو قلت جاريف على الميزون انا اصل ها المنزل خلاص انا كده ما استخدمتش الفعل. انا كده جبت فعل ثاني خلاص. لكن لازم استخدم الكلمات اللي هو اعرفها. تمام هنروح بعد كده للامتحان اللي بعديه. وطبعا زي ما انت شايف الوثيقه بتاعتك طبعا كريم اي على جاردو سوهاج. تمام كريم بيكون في محطة قطار سوهاج. طيب بيدو تغان ها تذكرة قطار سوهاج لوكير سوهاج القاهرة. طيب طبعا ده تفاصيل الايه؟ تفاصيل التذكرة. تمام ديبار اللي هو الرحيل الساعة كام؟ الرحيل الساعة 20:45 دقيقة مش كده؟ طيب أغيفي وصول الساعة 4. تمام نوع التذكرة ها ألي سامبل ذهاب فقط ولا ألي غوتور ذهاب وعودة؟ هو التذكرة ذهاب وعودة. طيب درجة التذكرة إيه؟ قال لك سكون كلاس اللي هي درجة ثانية. طيب فومير خلاص يبقى هو هيركب في عربة القطار اللي هي فومير اللي هم المدخنين. تمام طيب بلان تغيف ودومي تغيف ها تذكرة كاملة ولا تذكرة مخفضة؟
تمام، يبقى هي تذكره كام؟ لا قال لك بلان تغيف. طيب بغي السعر، سعر التذكره كام؟ يبقى 160 اللي يبغى ايجيبسيان اللي هو 160 جنيه مصري. واضح الوثيقه يا اولاد؟ ها الو يا اسامه، يوسف. ايوه استاذ سمعك. واضح؟ ايوه. طيب ها اول واحده كريم، ايه كريم يكون؟ ها الاجابه ايه؟ قول يا يوسف. طيب كريم ايه؟ انا جيل اعتبرتها تاني واحده. هيبقى الو ثاني واحده الاجار. ماشي كريم يكون الاجار في محطه القطار. رقم 2 قول يا اسامه. طيب سي ام بي اي الاخسام لا الاغتور. مضبوط. سي ام بي اي انها بسرعة الاغتور اللي هو ذهاب وعودة، وبالتالي يبقى سي. ماشي رقم 3 قول يا يوسف. ها سي ام بي اي كلاس، سي ام بي اي انها تذكرة كلاس، كلاس درجة. عايز نقول درجة كام يعني؟ دو بخومير درجة اولى، دو سكون درجة تانية، دو تغوزيم درجة تالتة. لا درجة تانية. وبالتالي يبقى الاجابة ايه؟ يبقى مظبوط. يبقى بي دو سكون. مظبوط. قول يا اسامه الجمله رقم 4 لوتغا اغيف اوكير. القطار يصل القاهره. الساعه. كاتغير. مظبوط. الساعه 4. قول يا يوسف الجمله اللي بعدها صح ولا غلط. طبعا كريم فا سوهاج. صح كريم فا، كريم يذهب سوهاج الى سوهاج. هو هو رايح من القاهره سوهاج ولا رايح من سوهاج القاهره؟ رايح من سوهاج للقاهره. وبالتالي يبقى غلط. خلاص يبقى غلط. غلط مش كده؟ ماشي يبقى واحده غلط. طيب رقم 2 قول يا اسامه كريم اي فومين. كريم اي غلط برضه. كريم اي ها استاذ انا مش عارف، وريني فوق كده عشان انا ما اعرفش. ما انا جبت لك. ايوه صح. هو حجز في عربيه الايه؟ عربيه المدخنين. يبقى كريم ايه؟ يبقى كريم مدخن، وبالتالي تبقى الاجابه صح. طيب رقم 3 طبعا 160 ليفر ايجيبسيان 160 جنيه. سي لو بغي دو ام بي الي سام 160. قول يا يوسف. ماشي يا استاذ. 160 جنيه سعر تذكره الي سام بالذهاب فقط. صح. طب بص كده على الوثيقه كده، هو حاجز ايه؟ غلط. غلط. هو حاجز الريتور ذهاب وعوده، وبالتالي يبقى الاجابه. ايوه. وبالتالي يبقى الجمله غلط. خلاص. طيب سي تام بي دي دو ميت اغيف. ولا اسامه سي تام بي انها تذكره دو ميت اغيف سعر مخفض. اسامه رحت فين يا اسامه؟ هو اسامه شكله سنت بيعلق عنده. طيب قول يا يوسف انت. طيب ستان بي دو مي تغيف التذكره دي افتح. طيب يا استاذ عشان مش شايف. هجيب لك السؤال. ماشي رقم 4 سي تام بي دو مي تغيف. ام بي لي دي دي ميتر تغيفة. صح. بص فوق كده. يلا اليرت تو. لا لا غلط غلط. بلين بلين تعرف. نعم بلين تغيف. تغيف اللي هي تذكرة كاملة. بلين تغيف. مظبوط. وبالتالي يبقى آخر واحدة غلط. خلاص. طيب. معانا أسامة؟ لا يا استاذ انا موجود يا استاذ. ماشي. انا طيب يا عمر ماشي. طيب كريم فودغي الي او. ها كريم فودغي الي او. كريم يريد الذهاب الى. ها الى ايه؟ عندك كلمتين بتكملهم، عندك كير القاهره وعندك كوت تتكلف. طيب كريم اكيد كايرو. يبقى كير. انا يا استاذ انا جاوب انا.
ما انت انت نتك بيعلق يا اسامه. طب بننادي عليك من ساعتها مش موجود. يلا حل لنا اللي بعدها يا اسامه. يبقى كريم فودغي علي او كريم يريد الذهاب الى وبالتالي الى القاهره كيف. طيب الغي سيرفي امبي هو بيحجز سوفي. يبقى الاجابه هو بيدي يعني الاجابه كنت تتكلم. ماشي ابدا يا الغي سيرفي امبي سيبي ها كنت 160 ليفر ايجيبسيان كود تكلف 160 ليفر ايجيبسيان. ماشي قول يا اسامه السؤال اللي بعده. ماذا تقول في المواقف الاتيه؟ ها كيس كي تو دي دون لو سيتياسيون سويت. طيب تمام. ها بوغ اشيتي دي بانان. ها بوغ اشيتي دي بانان اون فا. أنا؟ هيا أسامة. أسامة قول. ثم نتطلع برضو. طيب يلا قول يا عمر انت لو معانا. يا عمر قول يا عمر. يلا بوغ أشيتي كمان أمبا. لكي تشتري. يعني أشيت بكم كام؟ تعالت أصلا ما عارفش تسكين. طيب خلاص يلا قول يا يوسف انت. بوغ أشيتي دي بانان. Very more. I'm going to be a little bit of a little bit of a little bit of a little أسامة لا أهرد. طيب يلا قول يا يوسف. ها أم با. ماشي. ورشتي أم با. على جر. أم با. ها. على جر. على جر. على جر. أول واحدة. ماشي حبيبي. أمبا على جار. طيب يعني طبعا اشتري تذكرة قطار بنروح الى ليه. انا محطة القطار. طيب أمبا على بوغ بوخوند. ها بنذهب الى المطار بوغ بوخوند لكي ناخذ او نركب. ها سي هتبقى سي لافيون. هيبقى سي لافيون لكي ناخذ الايه الطائرة. مظبوط. طيب هنيجي بعد كده ها بعد كده بوغ دو مونديلو بغيدو ان كوكا. ها اوندي. ها بوغ دو مونديلو بغيدو ان كوكا. ها لكي نطلب سعر كوكا كولا. اوندي نقول لي بريند ان كوكا. اوندي هتبقى اول واحده. هو لو بغي. لا لا استنى لو بغي لو لا لا مش اول واحده. مش اول واحده ثاني واحده يا استاذ. ثاني واحدة لوبغي اللي هو السعر. عايزين نعرف السعر كان. ها وبالتالي تبقى ايه؟ اخر واحدة. تبقى اخر واحدة انكوكا. ها سي كومبيان. انكوكا سي كومبيان. سي كومبيان يعني كم السعر؟ ايوه بكم كم تتكلف كم السعر؟ طيب. تو دوموند اتونامي اكيليغ اغيف لو تران دو لوكسور. تو دوموند اتونامي انت تطلب من صديقك اكيليغ في اي ساعة؟ أغيف لو تران دو لوكسور يصل قطار الأقصر. إل دي هو يقول. ها تجي تسأل صديقك هو يقول هتبقى أول واحدة. هيبقى أول واحدة مظبوط. لو تران دو لوكسور قطار الأقصر أغيف أون زير دون سان. مظبوط. نيجي لسؤال القواعد بعد كده القطامير. طيب ها كريم فا جار. يلا كريم يذهب جار. جار مكسر ولا موجود؟ كريم يذهب. كريم فا على جار. على مظبوط. طبعا الجار محطة القطار مؤنث وبالتالي على على جار. ماشي. جو برون نوات افيون. جو برون افيون. يلا هتبقى تاني واحدة. هيبقى تاني واحدة لأن أفيون بتبقى
وبالتالي سي اللي سي اي تي يبقى جو برون سي تابيون جو برون سي تابيون. ثاني واحده هنا رقم 3 سي لا فوتو. سي لا فوتو انها صوره ها اوتيل فندق. تبقى اخر واحده دي الا بسطه هيبقى دولتين طبعا اللي هي اخر واحده لان الاش من الحروف المتحركه الاش. ايوه حرف متحرك. هنيجي بعد كده لسؤال اللي بعد كده اختار. يلا نو سوفولا هو هتبقى اخر واحده. هو شو سي مظبوط. هو شو سي انت سوفولا هتبقى اخر واحده مظبوط. رقم 2 او ها طبعا الاو بتساوي الـ هتبقى هتبقى اخر واحده. يبقى اخر واحده اون بخون مظبوط. رقم 3 2 ها لا يوسف ها ثالث واحده 2 دو كافي. ايوه اخر واحده. لا ده اخر واحده المصدر ما تنفعش. اخر واحده المصدر واحنا عندنا فاعل لازم الفعل يكون مصرف. ايوه وبالتالي تبقى الاولى ولا الثانيه؟ مش هي اون يا استاذ سوي ال وال. ايوه تمام. ما احنا خلصنا الاو خلاص. احنا في الجمله رقم 3 بتاعه تي. الجملة رقم 3 بتاعت تو دو كافي أنت. ها الجملة الثالثة. الجملة الثالثة طيب تو هتبقى تاني واحدة مظبوط. بوا هتبقى بوا اللي هي تاني واحدة يبقى تو بوا دو كافي. طيب السؤال اللي بعد كده وصل ها أسوسي. طيب ها سوفولار سي كومبيان. سوفولار هذا الوشاع سي كومبيان كم يتكلف؟ كم يتكلف؟ طيب هتبقى اخر واحده. هيبقى اخر واحده سي مظبوط. كيسكو فو بوفي. كيسك فو بوفي ها ماذا تشرب حضرتك؟ تشرب ايه؟ انكو كوكو مظبوط. انكو كوكو طبعا كليتون بريفري. كليتون بريفري ما هو عصيرك المفضل وبالتالي يبقى لو جو دو اورانج. لو جو دو اورانج لو جو دو اورانج اللي هو عصير البرتقال. طيب يا حبيبي يلا اكمل. بيقول هنا بو اشيتي دي تومات دي بي او بوغ اشيتي دي تومات عشان اشتري طماطم. جو في او انا اذهب الى. تروح فين؟ بوغ اشيتي دي تومات جي في او انا اذهب الى المخشي او مخشي مظبوط السوق. مخشي السوق. طيب جو في على جار بوغ بخون انا اذهب الى محطة القطار لكي اخذ او اركب. ترين لو ترا لو ترا لو ترا. وكافي كريم بوا. وكافي في الـ في الـ في الـ في المقهى تمام. كريم بوا كريم بيشرب كوكا كولا. عن كوكا كولا ماشي ما فيش مشكله. بعد كده يلا بخوند تغا. طيب جي نفس اللي احنا قلناها يا استاذ ما كان شويه الجمله اللي فاتت جو بخون لو ترا. جو بخون لو ترا انا اخذ القطار. طيب الجمله الثانيه بواغ يعني اشرب. جو دورونج عصير برتقال. ممكن نقول تو تو لا لا جي بوا جي بوا ان جو ايه ان ان او لو لو جو دورانج او ان جو دورانج ما فيش مشكله. تمام يا حبيبي تمام. خلاص ماشي يلا كده خلاص وقتنا خلص وان شاء الله نشوفكم الحصه الجايه. وحاول برضه حاول ما تنساش الايه الحاجات حاول دي يعني تراجع مراجعه خفيفه كده عشان ما تنساش. خلاص تمام ماشي يا حبيبي يلا سلام عليكم. سلام.
مع السلامة أستاذ. مع السلامة حبيبي. مع السلامة.